And it goes a little something like, الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. سو كيما شفتوا في العنوان getting my life together او dernièrement وليت كنحس براسي فريمون ما منظماش نهائيا. اول حاجه حبست لاصال، ثاني حاجه وليت كناكل داك الشيء غير اللي جا قدامي. قبل ما رمضان كنت كنحاول انه نبعد شويه على الماكله الزنقه، دابا وليت كناكل الماكله الزنقه ما عرفتش واش صحاباتي كيبقاو يزيغوني انا حيت صحاباتي كلهم كيموتوا على الماكله الزنقه. حتى وليت كنحس براسي ماشي هي هذيك، بروبابلي غادي نكون زدت في لو بوا، انا حاسه براسي زعما ماشي هي هذيك لحقاش حست لاصال. سو اول حاجه قررت اليوم غادي نجمع البيت، ولكن ماشي دابا لحقاش دابا غادي ندير معكم كاتشوا دي ودمي باش غادي نخرج نمشي نشوف شي حاجه اللي غادي نشريها لحقاش الحال بدا كيسخن. وانا تقريبا حوايجي ديال الصيف العام اللي فات كلهم لبستهم، ماشي غير حيت لبستهم العام اللي فات ما غاديش نعاود لبسهم هذا العام، نوب. مثل الحوايج اللي لبستهم العام اللي فات لبستهم والعام اللي فات لبستهم العام اللي فات، خصوصا واحد الكسابي كانوا عندي كنت كنلبسهم بزاف في الصيف لحقاش هما اللي كانوا كيجيوني كونفي كاجوال كنلبسهم مع اي حاجه. وغادي نخرج نضرب الدويره في السواكي كيف دي فاكتو في داكشي ونشوف الهميزات اللي كاينين. كورس غادي نصور لكم كلشي، انا عارفه واخا غادي نمشي راه ما غاديش نلقى داكشي اللي بغيت وما غاديش نشري حتى حاجه، لكن غادي نديرو محاوله لحقاش راكم عارفين انا حوايج ما كنشريهمش بزاف من المغرب، اكثريه كناخذ غير من لي سيت اولا ملي كندير كولابوراسيون مع شي براند. اول حاجه شعري مزيت ومازال ما عارفه شنو غادي ندير له، باي ذا واي كاين واحد الصيد اللي ما يمكنش لكن مازال الحال على سامر اوتفيت وداكشي راكم عارفين. لحقاش كوني اكيده الا لبستي دابا شي حاجه اللي هكا غادي تكون معريه وداكشي غيضربك البرد. سو بيبيز اول حاجه غادي نديرها هو ليكرون، غادي نحاول ندير معكم الماكياج وانا كنهضر. ليكرون عجبني صراحه بزاف لحقاش انا نورمالمون في الاول كنت كندير اي اكرون جا قدامي، حتى ملي كتشري ليكرون اختي من برا فارماسي اولا من عند مول الماكياج كنت كنديرهم معاها، ولكن صافي ديغنييرمون قررت انه غادي نبقى ناخذ لي برودوي ديال اويلي سكين لحقاش انا عندي لابو دهنيه بزاف. راكم عارفين لابو دهنيه كتكون كينوض فيها الحبوب، ما خصكش تاكلي اي حاجه تقريبا، لا كريم لو جيل دوج داكشي كامل كناخذو غير ديال اويلي سكين كنتفادى اي حاجه اللي غادي تزيد لي وجهي. صراحه راه كندير بعض المرات فون دو تان اللي كيكون ديال البشره الجافه وكيرد لي لابو ديالي دهنيه. البنات اللي غادي تكون عندهم لابو دهنيه راه غادي يكونوا حاسين بيا، راه ما يمكنش ملي كديري الماكياج كتخرجي الزنقه كيولي وجهك كيبان لا موسخ بحال مزيت بحال ما عرفتش، كان غادي نشرح لكم داك الاحساس. سو هذا احسن حل لابو دهنيه، اصلا ملي كديروه مع هو انفيزيبل دغيا كي باي دوي. هذا هو الفوند تاع اللي كندير انا ديال ريفوليسيون، لا ريفيرونس ديالو F5، فيه هذا جوج في واحد، هو فيه كونسيلر فوند تاع وزوين، ولكن اي ثينك اختي خضات اللون شويه مغمق ما عرفتش، انا غادي نديرو تشوفوا لحقاش كيبان لي شويه بحال لاباج، ولكن صراحه لي دغاتاسيون ديالو زوينه. حتى فوند تاع خاطر ما يمكنش هذا شحال زوينه البنات، خذوه على حسابك. منين غادي نقول لكم خذوا شي حاجه على حسابي راه ماشي معناتها انني كنزينها لكم اولا شي حاجه، ولكن فريمون راه ملي كتكون زوينه عاد تنقول لكم خذوها على حسابي لحقاش ماشي اي حاجه كتعجبني. ديغنييرمون وليت كندير البانسو لحقاش ما بقيتش كنحمل نستعمل كاع بيوتي بلاندر، وليت كنستعمل غير هاد البانسو هذا ديال الفون دو تان ديال البلاش وديال الباودر، هذا راه ديال كلشي فريمون. هاد البانسو خطير وكيحمق، انا عارفه اي بنت غادي تكون ميكاب ارتيست تقول لي ويت جيرل هذاك راه ماشي ديال هادي وماشي ديال هادي، ولكن انا بالنسبه ليا زعما كا ميكاب لوفر ماشي ميكاب ارتيست يعني كيعجبني نستخدم الحاجه اللي غادي نكون انا مرتاحه فيها. خاي بيوتي بلاندر صراحه راه زوين ولكن هذا واعر. ديك النهاريات كنت وريتكم هاد الصابونه اولا هاد لوجيل اللي كيفيكسي الحجبان، صراحه كنت كنشوف بزاف ديال البنات كيديروا عليه ريفيو، سو كنت قررت انني غادي ناخذو. صراحه هو زوين ماشي خايب، بات خصك تكوني كتعرفي كيفاش ديري ترسمي حجبانك وداكشي حقاش هو ماشي بالساهل انك غادي تجي ودغيا غادي ترسمي حجبانك بالصابونات تقدري تخرجي بهم هكا كتباني بحال شي جن، سو خصك ضروري تكوني كتفيكسي به وتكوني من بعد كتقديه. سو اول حاجه كتجي كديري شويه ديال الماء، انا ولا كيعجبني هاد التكنيك نديرها بزاف ماشي جاست دايره لهم غير ماسكارا، لا كيعجبني نفيكسيهم حتى بهاد لوجيل هكا، واخا انا راه مازال ما كنعرفش نفيكسي بهم بزاف بات راكم عارفين. دان غادي ناخذ هاد لابودغ هادي ديال فيتمي اللي بصراحه كتجيني فن، ما نقدرش نخرج الزنقه بلا ما ندير لابودغ، راكم عارفين عندي لابو ديالي الدهنيه. كنت كناخذو هاد البلاش ديال ريفوليسيون اللي ميمكنش شحال فن كيحمق، كنت بارطاجيتو معكم في الفلوغ اللي قبل من هذا، ميمكنش شحال واعر شوفو او ماي جاد.
قبل قلت لكم باللي هادي راه كتنفع لكل شيء سوا دابا غادي تكونوا فهمتوني على ايش كنت كنهضر. Guys, لقيت شنو دابا كملت ماي ميك اب ولكن ما عرفتش كنحس براسي ماشي هي هذيك الحاجه. عينيا ما بغاوش يصدقوا لي، ما بغيتش تصدق لي ماسكارا، حجباني ما عرفتش مالهم. المهم شي حاجه ماشي هي هذيك. وغادي ندير هذا الكلوس هو اللي غادي يقبل عليا هاد الساعه. البنات اللي كنتي حايره ما عرفاش ما تاخذي فشي كلوس، خدي هذا تقريبا داير بشي 80 ولا 90 درهم ولكن يستاهل، واخا هو راه دغيا كيتمسح. صراحه ما عرفتش واش ندير ماسكارا لتحت ولا لا، لحقاش ملي كندير ماسكارا لتحت كنحس بها بحال كتصغر لي عيني، وملي كنديرها لفوق عيني كيبحال كيبانو عيني مجبدين. سو واقيلا غادي نخليها غير فوق عيني اناف. دابا غادي ندير واحد التكنيك بحال واحد اللعيبه كنت كنشوفها كايلي كديرها. غادي ناخذ هاد لاباليت هادي ديال هدى بيوتي وغادي نجي هنايا خصني الغوز. غادي ناخذ هاد لاكولور غوز وغادي نجي نديرها هنايا فهاد المدمعه العين. هادشي راه كيصدق غير التصاور وفي لي لوك ميك اب هكا ديال انستغرام، ما كيصدقوش هكا ملي كتكوني خارجه ولا هذا، ولكن المهم مي بدا الساين غادي يصدق. واخا راه كيبان بحال مبوق لك شي واحد، بحال شي واحد مزرق لامك العين دونك بحال قليته. وغادي نديرو في هاد البلاصه نيت فين درت هاد لاكولور غوز. او ماي جاد صراحه ما عرفتش واش داك الشيء جا زوين ولا لا. مهم شي حاجه جديده. شوف اباوت ماي هير شنو غادي ندير له. انا كيبان لي غادي ندير له هاد الباندا، هادي خيطت عند الخياط لحقاش عندي وحده بحال هكا هي هادي كنشريتها من عند ماني الماكياج، وهادي هي اللي خيطت عند الخياط. هادي الديفو اللي فيها هو انه بحال كتزير لي على راسي، هادي لا هادي بحال كتخلي لي راسي مرخوف. ذيس از ماي اوتفيت. نوريكم الكلاسز من الدارات في الاخر. ما درتش الباندا في شعري وخليتيها هكا. نوريكم دابا البيسون. ليتس جو نمشيو نديرو شوبينغ. صح ايفري وير حتى كنت خارجه مع البنات قال لك سيري جيبي الحليب عاد خرجي. اوه خلاص انا عندي واحد اختي في الدار امبوسي تسخر. ما يمكنش الا سخرتيها بحال كتقولي لها غتنوضي تقتلي راسك. باي ذا واي هذيك الجرحه اللي كانت عندي حتى ديك الجلبه بحال ولات كتولي لي سمراء بحال شي حرقه. سو مع دابا الشمس وداك الشيء راكم عارفين وليت كندير لها هاد سبالادرا باش ما تبقاش تزيد تولي كحله بالشمس. سو سخفت وعييت هادشي مازال حتى ما خرجتش ندير الشوبينغ ودابا سخفت. كناكل داكشي غير اللي جا قدامي.
فاش لقيت ملي كنتفرج في هاد اليوتيوبرز اللي مايمكنش تكون ما كتعرفوهاش كتعطي ادفايسز اباوت لايف ستايل وداكشي، قررت دابا غادي ندير ميكاب باش غادي ندير لكم اول ديال الحوايج ديال عيد ميلادي. بلي غادي تكونوا اصلا تفرجوا في الفيديو ديال عيد ميلادي، صافي دابا غادي نوريكم الحوايج. باش نورمالمون هاد الحوايج غادي نكون وريتهم لكم في الفلوغ اللي قبل، حقاش دابا هاد الفيديو هذا مازال ما عرفتوش هو اللي غيتحط قبل اولا هذا. صافي اللي شفتوه الاول هو هذاك، درت جولي وخلصنات لي واحد الحبوبه هنا ما عرفتش ديالاش، وغادي ندير لكم ميكاب توتو، ندير لكم واحد الميكاب بادي في نو نو ديك الشختي ديال تيك توك وصافي. قتلني الصهد وكنشرب سو ليتس جيت ريدي ويد مي باش ندير لكم فيديو. كورس غادي نجمع بيتي منين غادي نسالي لحقاش يبان لكم الفوق محلول لحقاش اختي كتجبد حوايجها في الصيف وداك الشيء، والبيت مرون as you can see وصافي. الصهد بزاف وعطيو واحد الجو برا، واحد الجو فريمون مضبب بحال داك الجو ديال الصحراء ديال مرزوقه، واحد الجو ديال الصهد ديال داك الصهد الطنطينه. سو ما عندي ما ندير، غادي ندير ميكاب وخصني نشري فرفاره قبل ما يبدا يسخن الحال، خصني نشري فرفاره قبل ما ندير العمليه اولا من مور ما غادي ندير العمليه باش تبعني واحد العمليه. راكم عارفين الناس اللي اول مره غيشوفوا الفلوق ديالي دعيو معايا، راه عندي اوبيراسيون ديال واحد الولسي سنه طلي هنا مشكيت عليكم. شوفي هنايا بيتي مرون باي دوي، ترسات لي الزاجه ديك الناريات في رمضان وخلاص هنايا عاوتاني كلشي مروان، خصني هادشي كله نجمعو. سو عندي تماره وعندي ما يدار صراحه. جيرز دابا غادي نصور في هاد البلاصه هنايا، هاد البلاصه هي اللي بانت لي غادي نصور فيها، حقاش نورمالمون كنت غادي نصور حدا تدو لي كان تما عندي ديك البلاصه عامره بزاف، سو جيت نخويها ما غاديش يكفيني الوقت، داكشي علاش جيت نصور هنايا. والنيت غادي يجيني هنايا حسن، انا غنوريكم علاش. هادي هي باش غادي نصور، غادي تجيني بحال هكا خصنا نتفادو واقيلا نتفادو، غادي نخلي غير رينغ لايت الا تبقى خدامه صافي. غادي ناخدو سيمورات بهاد اللوك ميكاب لي زوين صراحه عجبني، وشحال ديما ما حسيت براسي درت شي حاجه فهمتو، شي حاجه في وجهي شي تخربيقه شي عجب صافي. غادي نخلي بحال هكايا ولكن غادي نحاول نجيبها هكا فهمتو باش يجي داك القوز قزح، قوز قزح ماشي قوز قزح، لا قوز قزح رباني، حيت اي حاجه كتجي من عند الاله هي اللي كنعترفو بها، شي حاجه وحده اخرى ما فهمتو. صافي هادشي كاين نايضه اختي تجي تصورني في نوي نو. شكون اللي عزيزه عليه لانا؟ انا من لي فان ديالها دابا تقريبا واحد من 2014 ولا من 2013، وانا كنسمع ليها فريمون كنت صغيره بزاف حمق عليها، وكيعجبوني الاغاني ديالها كنحس بهم شي حاجه اونيك. كاينين بزاف ديال المغنيين، كاينين رجال كاينين حتى زعما عيالات، ولكن انا هي احسن وحده عندي، لي البوم ديالها زوينين وتا الاغاني والموسيقى ديالها حتى هي واعره. كنت كنسمع ليها كانت اختي ما كتعجبهاش لانا، كتقول لي ميو ماشي من الفايب ديالي وهذا، كنت كنقول لها انا متاكده غيجي واحد النهار وغادي دير البوز في المغرب، ودغنيامو هاد واحد 3 سنين بحال هكا ولات دايره البوز، وهاد العام هذا لاحظت انه بزاف البنات ولاو كيسمعوا ليها، قليل البنات اللي غيكونوا كيسمعوا ليها، من غير البنات اللي كيسمعوا الاغاني بلونغلي وهذا عزيز عليهم الراب بلونغلي او لا كلاسيك ميوزيك بلونغلي وداكشي فهمتوا، ولا البوب اللي كيكون برا اوروبا هما اللي غيكونوا كتعجبهم لانا. وانا متاكده انكم اللي سمعتوا لها بزاف الاغاني معروفين عندها، سامر تايم بروكلين بيبي شو اخر داون تايم حتى هي معروفه عندها بزاف، كانت كتعجبني هاد الاغنيه العام اللي فات كنت كنصنت لها، وتنتو كنسمعوا ليها وانا فريمون راه متاكده انها غادي تعجبكم. سهيلة اجي اجي اختي صوريني جات تقيني العار. بعد ما كملت لوك ميك اب ثلاث حوايج
ودابا كومونديت بيتزا. تجهيز بيتزا وواحد السيد حدانا كيديرها فريمون واعر وغير ب 20 درهم صايا كومونديت جوج حدا ليا وحدا لختي في الجوع. شوني غادي لا سال سو so, اول حاجه درتها هو ليكرون ام سو هابي لحقاش غادي نمشي لا سال يوما هو ليكرون اللي درت ديال اوريفلام وبالنسبه لشعري غادي ندير له طفيرات سو يا درت طفيرات غادي تشوفوا الماريو ديالي مرون ام سو سوري لحقاش البارح جيت كنت كنجمع البيت كنت ناويه نصور لكم وهو تهرس ليا داك المجر اللي كتشوفوا لهيها طرطق لحقاش عمر بالحوايج صونا نحبس صافي حبست كاع الجميع ما بقيتش باغي نجمع حتى حاجه حتى الغدا ان شاء الله عاد غادي ماما تعيط على النجار باش غادي نشوف شنو غادي ندير ما غاديش ندير ميكاب غادي نمشطيح جباني ما غاديش ندير لهم حتى داك الصابونه ولا شي حاجه غادي نخليهم هكا ناتشورال ديال 24 ساعه غادي ندير هاد القراصه هادي ديال الشفار ما غاديش ندير ماسكارا لحقاش غادي ندوش وغادي ندير واحد البوني شعري انا نوريه لكم كنت خديته من شيئين على وديت ما يبزقليش شعري واخا صراحه انا ملي كنكون كندوش كيطرش لي شعري واخا كنكون دايره البوني يعني كيقص ليا الماء شعري سو غادي نحاول انني ما نقص شعري جايز هذا هو البوني كندير له غير بحال هكا ما تنصايبوش بزاف وتنحاول انه نخليه شي شويه زيت لحقاش داك الزيت هو البروتين ديال الشعر وداك الزيت كنخلي شعري انه يستافد منه وكنخليه يتزيت على خاطر خاطرو ما تخليهش حتى كيتقلق ولكن المهم تنخليه شويه زيت باش كيطول شويه غيرز من بعد ما ساليت لا سيونس ديالي جيت هنايا اول حاجه درتها هما درت لي بات يتسلقوا وغادي ندير واحد سلطه خفيفه هادي سلطه بلا بات كتجي فنه كتحمق درت هنايا المايس خلاص المايس شلوه عديروه يعني شلوه من داك الماء اللي كيكون في البواطه من بعد درت الطون ودرت هنايا البزار والبلحه وكيجي فن واعر وخفيف ظريف داكشي وفنه كتحمق ايوا من بعد هنايا النهار الثاني منين فقت اختي متحمسه نجمع البيت نورمالمون هذاك المجر راه مازال ما تصايبش بقى هكاك ولكن لا بقيت كنتسنى النجار انا ما غنجمعش البيت والنجار ما غايجيش هو مازال مسافر قال لي في الرباط سو اول حاجه درتها هو خويت البيت من داكشي كامل اللي غادي يخليني هكا قنطانه ولا شي حاجه حيت المرايا حيت اي حاجه اللي غتكون هكا راكم عارفين مقنطاني في البيت لا درت هكا ولا هكا اول حاجه شطبت لحقاش كانت طاحت الشتا واختي تبارك الله مع الذكاء اللي عطاها ربي دخلها لي بالصباط
ايوا الصباح تلقى داكشي كله مغبر. صافي اول حاجه حيدت داك التراب وداكشي، وهنايا بديت كنجمع الكوافوز ديالي، حيدت ديك الروينه كامله اللي فوق، اللي فوق الكوافوز. شي حوايج كانوا فوق الكوافوز ما خصهمش يكونوا فوق الكوافوز. نجي لهاد الرونجمون بالضبط ونلقى داكشي منظم، ولكن صراحه بالفضل ديال هاد لي رونجمون هادو لي ترونسبارون كنت شريتهم من مينيسو، ثلاثه بهم دايرين ب 100 درهم صراحه زوينين بزاف. اون فيت اربعه قلت لكم ثلاثه، هما اربعه بصراحه خطيرين وكيجمعوا من داك الشيء الرفيع. اشو واعرين لقيتهم في مينيسو غير خذوهم لحقاش كيجمعوا لكم لي رونجمون، واخا يكون عندك ميكاب غير هكا زعما خفيف وداكشي راه تيجمعوا، تيجمعوا بزاف. راه غادي ندوزو لهاد الروينه هادي ديال ماريو اللي صراحه كي قلت لكم كنت نورمالمون غنتسنى النجار حتى يجي، ولكن النجار ما غاديش يجي وانا ما غاديش نجمع. وراكم عارفين دابا هاد لا سيزون هادي الجو مقلوب، كنت باغيه نورمالمون نجبد حوايج ديال الصيف ونجمع ديال البرد، ولكن الجو مازال شي شويه بارد، يلاه تحت الشتي والحمد لله. وصراحه انا ما سخيتش بها هاد العام كاع نهائيا. اول حاجه بعدا خويت هاد المجرى التحتاني اللي دايره فيه السبرديلات، واللي تقريبا دابا هادي مده ما غسلتش السبرديلات ديالي نهائيا. خصني شي نهار ان شاء الله نعاود نغسلهم معاكم شي فيديو، لحقاش تقريبا من اخر مره كنت غسلتهم معاكم دابا تقريبا شي شهرين بحال هكا ما عاودتش غسلتهم كاع، وغادي يبانوا لكم مكرفسين. وكندير لهم هاد العيبه اللي كتوقفهم من القدام اللي صراحه واعره، كنت كنشري صبابط من شي ان ولابوط وداكشي وكيصيفطوها ليا معاهم، وصراحه نفعتني السبرديلات بزاف. نورمالمون هذاك المجرى الفوقاني اللي دابا سديتو هذاك كنت غادي نجبد منه حوايج ديال الصيف وغادي نبدلهم بحوايج البرد، ولكن بما انه البيت مازال مرون مازال ختي ما طواتش حوايجها وانا مازال ما جمعتش روينتي كامله 100% صافي زديتو. وهنايا طويت الحوايج، كاينين بزاف الحوايج اللي نقصتهم باي دو واي. صراحه البنات ودي اول خطوه غادي ننصحكم بها قبل ما يدخل زعما الصيف، حاولوا انكم تحيدوا الحوايج اللي لبستو هذا العام اللي زعما طلعوا لكم في راسكم، وحاولوا انكم تخليوا غير داكشي اللي غتلبسوه العام الجاي باش لا كنتو تشريو شي حاجه واحده اخرى، يعني ما يكونش هكا عندكم قوه الاقتضاد وما تبقاوش تلبسوا شي وتخليوا شي، فهمتوني. صافي هنايا دزت كنمسح المرايه ديالي ورديتها كتشعل صراحه.
سو جيرلز، هاد الحوايج هادو كاملين اللي كتشوفو هنايا هادو كاملين ما غاديش نبقى نلبسهم هاد العام. كاينين حوايج غادي نحطهم في لاباج ديالي، وكاينين حوايج غادي نعطيهم لواحد البنت. وصافي كما كتشوفو هنايا كاينين هاد لي كومبينيزون، كاينين الكسيوات زوينين صراحه ما عمرني لبستهم، وكاين الحوايج اللي لبسهم. كاين هاد الكسوه ديال الفنه بيان سور، غادي تلقاو كلشي في لاباج ديالي اللي هي فيتمون ديجا بورتي. واخا راه كاينين حوايج هنايا جدادين، وكاينين كسيوات فنين صراحه. هانتوما كاينين كسيوات حويجات وداكشي خصني صافي غادي نصور بهم باش نحطهم في لاباج. ايوا هادشي اللي كاين. So